لا تزال حماية المدنيين في سياق النزاعات المسلحة تثير قلقاً بالغاً لدى الأمم المتحدة، ففي أول تقرير حقوقي لها منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة بأفغانستان في آب أغسطس الماضي، كشفت المنظمة الأممية عدد القتلى في صفوف المدنيين بالبلاد. التقرير الذي يغطي الفترة من أغسطس آب عام 2021 حتى نهاية فبراير شباط الماضي جاء فيه أن 397 مدنياً قتلوا، معظمهم في سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي ولاية خراسان. ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أوضحت في كلمة خلال تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن وضع حقوق الإنسان بأفغانستان يبعث على القلق الشديد. المفوضة الأممية أشارت إلى أن أكثر من 50 شخصاً يشتبه في صلتهم بتلك الجماعة المعروفة باسم الدولة الإسلامية ولاية خراسان قتلوا، منوهة إلى أن بعضهم قطعت رؤوسهم وألقيت جثثهم في أماكن عامة. ويعتقد أن تنظيم داعش ولاية خراسان الذي ظهر لأول مرة في شرق أفغانستان أواخر عام 2014 وسع وجوده في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم، ووجهت إليه أصابع الاتهام في عدة هجمات انتحارية في الشهور الماضية، أحدها في مطار كابول في أغسطس آب الماضي. من جانب آخر أكدت باشليت أن أفعال حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان قيدت حقوق وحرية المرأة، داعية إلى السماح للمرأة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة بالبلاد. كما حذرت من عدد حالات الاختفاء القسري المثير للقلق بين نشطاء المجتمع المدني والمحتجين، معبرة عن قلقها إزاء القيود على حرية التعبير في أفغانستان.